طب نسمع حديث الباب. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الكويسي، حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن الله اخبرني عروه انه سال عائشه رضي الله عنها وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سال عائشه رضي الله عنها عن قول الله تعالى وان جئتم الى ورباع، فقالت يا ابن اختي هي اليتيمة تكون في حبر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتزوجها بغير ان يقسط في صداقها. اذا هذا هو الشاهد، فيريد وليها ان يتزوجها بغير العدل، ان يقسط في صداقها. ايوه، إذا لا يريد أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره. أيوة، إذا فنه جاء النهي، إذا مسموح أن تتزوجها، تزوجها لأولادك نعم، لكن بشرط. ما هو العدل في الصداق وأن تبقى تحفظ مالها، هذه يتيمة. نعم، ويبلغ بهن اعلى سنتهن من الصداق. اذا اعلى، شو يعني اعلى؟ اكثر، يعني هناك مهر مهر مستوى اول ومستوى عالي، مستوى متدني ومستوى ايش؟ مرتفع. انت الان كونك بدك هاي البنت لابنك الك، فبدك تعطيها مهر ايش؟ اعلى مهر فيما يتعلق باعراف الناس. ودائما اخواني في الله، فيما يتعلق بحقوق العباد فنحن نلجأ الى الاحوط. فدائما بري ذمتك مع الناس، فعندما تريد ان تتحاسب مع شريكك ووجدته طمعان طماع، فاجعل نفسك ضعيف حساب، اعطيه ما يريد ونم وانت ايش؟ مرتاح. بينما هو سوف اذا رجع له الدين سينام قلقا، قلق لا والله شكلي انا اخذت زيادة، اذا صار عنده دين. اما انت ايه؟ مرتاح. دائما قواعد التعامل مع الناس، تعاملوا مع الناس بالفضل وليس بالعدل، بالفضل وليس بالعدل، هاي مهمة جدا. اشتغلت انت مع قصير، اتفقنا على 500 دينار، بس خلصنا قال لك والله انا كنت حاسب غلط، تعال تنحسب اوريك، طلع ان هي 700 كيف يا اخي 700؟ هات نسأل قصير اخر، والله يا شيخ اب طلع له 150 100. فعلا احتاط الان لدينك، ما تقول له لا انا ما لي دخل، انا ما لي دخل، انا ما لي دخل، انا ما ظلمتك، انت اللي حطيت السعر. لا، هسه هو حاصل، فمباشرة أنا بعامله بالفضل، مع أنه في هاي الصورة العدل حاصل، لأنه في غبن، هو غبن نفسه، زل يا أخي. نعتبر الخطأ قال لك 1000، بعدين تبين إنها 700، مطالب يرجع لك 300. تعامل بالفضل حتى لو سماك الناس خروف. للأسف في مجتمعنا يسمى الذي يعامل الشخص بالفضل ايش؟ خروف. لا، هذا يعامل الناس تقربا الى الله. احنا بس نطلع مع بعض وادفع عنك، انا بتقرب الى الله بس ادفع عنك. هذا كرم اللي دعا اليه الاسلام، بعاملك بالفضل، مش والله طالعين مع بعض والله بدنا نحط بنزين، احنا 5 كل واحد حطينا 5 ليرات كل واحد ليرة، بيجي واحد بدفع 5 كاملة، شو السبب؟ فضل، كرم.
اما نقول لا والله تفرج ضحكنا على فلان خلينا يدفع البنزينات واحنا رحنا وجينا ببلاش. لا تنبه. فاذا من اراد ان ياخذ اليتيمة التي تعيش في حجره ولا بد ان يعدل في ايش؟ في المهر. ويكون العدل بماذا؟ بان يدفع اعلى قيمة في اعراف اهل البلد وهكذا. طبعا اعراف عمان الشرقية غير عمان غربية. بدك تتزوج من عمان الغربية لهم اعراف، بدك تتزوج من عمان الشرقية لهم ايش؟ اعراف. نفس عمان الشرقية ايضا لهم اعراف في مناطق غير المناطق الاخرى، في عائلات غير العائلات الاخرى. بدك تراعي العرف، مش تقول اقل شيء. لا، قال اعلى سنتهن من الصداق. نعم. وامروا ان ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. الان مو مسموح لك تتزوج ايش؟ عدة نساء. ليش حاصر حالك في هاي البنت اللي نشأت عندك؟ خذها وخذ غيرها، لكن اهم شيء ايش؟ العدل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى وثلاث ورباع بشرط شو؟ العدل في الصداق. واما ما نراه في هذا الزمان انه احنا مندور على فتاة مضطرة للزواج وبدنا ناخذها من غير ما ندفع لها حتى اقل درجات ايش؟ المهر. وحتى ان احدهم يصرح سمعته يقول انا بدخل بمجهودي. استغفر الله العظيم. تستغل حاجة الناس، حاجة بنات الناس، فبطلبها موظفة وما بعطيها مهر وبتخليها تدفع اجار البيت وتصرف على الدار. كل هذا اضطرارا، لانه ايش؟ نحن في زمن العنوسة، فنوقع الظلم على غيرنا. طيب، قال عروة. قال عروة قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها: وإن كنتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، يعني هي رغبة أحدكم ليتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. نعم.